قدر ما هذول التبونيون مزعجين وماستريين وثيران اسبانيا، لكن والله رحت لليوتيوب لقيت انه فعلا القناه الاولى الجزائريه بتقول انه الجراد المغربي يلتهم محاصيل الجزائريين. الله والله العظيم حاجات تموت من الضحك. ومقطع الجراد مقطع الجراد وصلاة المغرب، قال يا اخويا هذول حتى يريدوا يلقوا صلاة المغرب. قلت ايش كيف يلقوها؟ قال خلاص بيسموها صلاة ما بين العصر والعشاء، ما راضي نسموها المغرب. منذ البث المباشر قبل اول امس، يعني صار لي يومين منذ ان حكى لي قصة الجراد المغربي الذي غزا المحاصيل الزراعية، وانا قاعد اردد المقطع هذا مثل المهستر مثل الماستر، وكل مرة أسمعك كأنها أول مرة، والله مكررة من فوق 50 مرة تقريبا، كل شوية أفتحه وأعيده وأفتحه. أنا فكرت أول شيء إن الأخ الجزائري قاعد يخرط يكذب، يعني باليمني يخرط. طلع فعلا رحت لليوتيوب لقيت إنه فعلا القناة الأولى الجزائرية بتقول إنه الجراد المغربي يلتهم محاصيل الجزائريين. الله يا جماعة مغربي عسل. المقطع حقه بينزل بعد هذا مباشرة، بنزله وروحوا شوفي لقائي مع كامل وكان في البث، يعني أنا تركته يتكلم. أورد أشياء يعني في منتهى الضحك، قال نظرية 10 في عقل ما عادش موجودة تعدوها، قال التبونيون في المدينة عقل واحد الذي يصحى الصبح يشله له العقل هذا والبقية يسمى. حتى سمعنا حتى أن الجراد أصبح مغربيا في وسائل الإعلام الجزائرية، سمعنا أن يا أخ يا لا تضحك، سمعناه وكل ذلك موثق يا أخي، سمعناه وهو موثق يا أخي يا أخي، وهنا للتصحيح للتصحيح يا أخي. كيف الجراد أصبح مغربيا؟ في تقرير على في تقرير على القناة الأولى الجزائرية الرسمية أن الجراد المغربي يهاجم المحاصيل الجزائرية، وأقسم بالله وأختي وإخواني المغاربة قولوا لي أنني أكذب إذا كنت أنا كذب، أقسم بالله يا أخ سعد أخ أسعد لو تواصلت معي أرسل لك الفيديو موجود على اليوتيوب. الجراد مغربي، الجراد أصبح مغربي. خليني في موضوع الجراد المغربي، عام كم هجم الجراد المغربي على أكثر من نصف مليون جرادة، أكثر من نصف مليون جرادة مصورين، وده شيء لا يدخل للعقل يا أخي. هل هؤلاء الناس لم يصل لا تجاوزوا فكرة العشرة في العقل، هم من يستيقظ باكرا في المدينة يأخذ العقل والباقي يتركون بدون عقل. لحظة يا أخي الله يرحم والديك. أنا معك أخي، هل موضوع الجراد هذا حقيقة يعني؟ أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، والفيديو موجود يا أخ أسعد. طيب هم كيف عرفوا أن الجراد مغربي؟ لأنه جاي من الناحية الغربية، هم حتى صلاة المغرب بدلوها اسمها، ويقولون صلاة ما بين العصر والمغرب، ما بين العصر والعشاء، قال نحن ولكن عندنا النيف. يا أخي أين هو النيف؟ أين هو النيف؟ الشعب الجزائري يعيش فوق محيط من البترول، ونحن نتألم له أنه كل صباح لازم يعمل صف على الحليب، صف على الزيت. هذا معقول يا أخ؟ لازم الشعب الجزائري يعيش كالمواطن القطري كالمواطن الإماراتي يا أخ أسعد. لازم تبحث على الجراد المغربي، لازم تبحث عن الجراد المغربي. ارسل لي المقطع على الخاص الله يخليك، يعني باليمني يخرط. طلع فعلا رحت لليوتيوب لقيت انه فعلا القناه الاولى الجزائريه بتقول انه الجراد المغربي يلتهم محاصيل الجزائريين. الله والله العظيم بقدر ما هذول التبونيون مزعجين ومهسترين وثيران اسبانيا، لكن والله بتجي منهم حاجه حاجات تموت من الضحك. الشعب الجزائري يريد نظاما جديدا. نعم. سلوا من يوم الاستقلال. نعم. وهو يقبع تحت الفقر، وأكبر أبداً. أكبر نسبة فقر موجودة كله يعيش تحت خط الفقر، ألا يخجلون على أنفسهم؟ هذه لعبة الجنرالات بامتياز. ألم يحن الوقت لرحيل هذا النظام
الذي أذاق الجزائريين كل أنواع القمع والفساد والإفساد والنهب والسلب، أليس جنرالات الجزائر هم المسؤولين عن دفع الجزائريين إلى الشوارع؟ فند، هذا النظام حاول لمدة عقود أن يفرق بين الجزائريين، أن يدق الأسفين، أن يدق كل الأمور التي تفرق الجزائريين. هذه الجنرالات هم المتواطئين، هم الحامين لهذه العصابة التي نهبت أكثر من 1,000 مليار دولار. كان من المفروض اليوم لو تكلمنا على الجزائر 1.5 مليون شهيد بعدما أصرفت كل هذه الأموال، كان من المفروض أن في المراتب تكون الجزائر قبل ماليزيا، قبل تركيا، قبل هذه الدول التي تسمى بالدول المتقدمة. كيف بجزائر التي مساحتها تفوق 205 مرة قطر؟ كيف بهذه البلاد تفوق مساحتها 5 مرات فرنسا؟ كيف في بلاد التي كانت تصدر القمح في 1940 وصلت إلى درجة الانبطاح والانحطاط، حتى أصبح الشارع الجزائري، الشاب الجزائري يرمي بنفسه في البحار. اليوم الجزائر في المرتبة الثالثة إفريقيا من عدد الأثرياء، تحسب ثروتهم بملايير الدولارات. في نفس الوقت المواطن الجزائري يبحث عن علبة حليب، يبحث عن خبزة، يبحث عن أي أحد يدخله إلى المستشفى. أصبحت الجزائر أكبر قاعة انتظار في العالم. الإنسان ينتظر سكن، الإنسان ينتظر عمل، الإنسان ينتظر أن ترى فيه الإدارة، الإنسان ينتظر أن تعطى له ورقة إدارية. فكيف بهذه البلاد التي كانت رمز التحرر في 54 شباب في عمرهم لا يتعدى 24 سنة 25 سنة تحدوا أكبر قوة استعمارية في المنطقة وحرروا البلاد وحرروا العباد، ثم أتى استعمار جديد. وهنا أرد على أخي كريم بأن النظام الجزائري أو جنرالات مثل ما تريد أن تسميها، رغم أن هذا التوصيف قد تجاوزته الجزائر بكثير، لم يبقى الجزائر فيها جنرالات يسيرون الحكم. هذا النظام هو الذي خلص الجزائر. ما فيها جنرالات؟ سامحني، فيها جنرالات. لا، ما يعني الجزائريات، الجزائر لا أقول ما فيها جنرالات. الجنرالات بيحكموا على طريقة داونينغ ستريت في بريطانيا. غير طبعا صحيح جنرالاتكم يا رجل. أنت تفضل بس ما لازم تمر على الشعب العربي. أنت تعلم أن الحاكم بأمره في الجزائر هم الجنرالات. غير صحيح. 25% من ميزانية الجزائر تذهب إلى حفنة. أستاذ فيصل، إلى حفنة. نعم، من الأشخاص، بينما الشعب الجزائري يموت جوعا والجيش الجزائري يموت جوعا. فيصل، ميزانية ربع ميزانية الجزائر تذهب إلى الجيش وليس إلى حفنة. تعرف لماذا؟ لأننا نراقب ونحمي أكثر من 7,000 كيلومتر من حدودنا جراء التهديدات التي أتت من الربيع العربي ومن عربية. إيمت آخر معركة؟ إيمت آخر معركة خاف الجيش يكون الجزائري؟ لا وجود لجيش قوي في دولة مستبدة، لا وجود لجيش يحترم في دولة مستبدة. الجيوش المحترمة، الجيوش التي وظيفتها حماية الوطن. والمشكل في القضية الجزائرية هو أن النظام السياسي في الجزائر مهيكل الهيكلة التالية. في النظام الجزائري هناك مخابرات، هناك الجيش، هناك الرئاسة. في السنوات الماضية كل هذه الأجهزة التي كانت منسجمة بعضها البعض لم يعني تعطي ولا فضاء للشعب، كانت تدعي أن هذا الشعب غير موجود. والله في الجزائر عرفنا ما يسمى بالعلامات الصغرى بالعلامات الكبرى. نحن نعيش فواحش عندما يقال أمام الجزائريين أن هذا الرئيس جاوب الشارع ويقوم بمهامه، هذه فاحشة. الجميع يعلم بأن هذا الرئيس غائب. هذا النظام يجب أن يكنس، يجب أن يستأصل، يجب أن يجتث. لا عاد الجيش ولا حدا. الشعب الجزائري يريد نظاما جديدا. نعم. صلوا من يوم الاستقلال. نعم. وهو يقبع تحت الفقر، وأكبر أكبر نسبة فقر موجودة كله يعيش تحت خط الفقر. الرئيس سجين في قصر قرطاج تحتجزه ميليشيات مخابراتية وعسكرية. هو ليس من أمره شيئا، هو يبعبع على الفاضي. هل يقود الرئيس التونسي قيس سعيد حركة تصحيحية فعلا لانتشال البلاد من أزمتها، أم إنه مجرد أداة في أيدي عصابات داخلية وخارجية تدفع بتونس إلى الهاوية؟ هل يملك سعيد من أمره شيئا، أم إنه مجرد سجين في قصر قرطاج
تحت إمرة ميليشيات عسكرية وأمنية بشهادة مفكر تونسي معروف. ماذا أصلح سعيد منذ انقلابه المفضوح على البرلمان والحكومة؟ ألم يصبح عالة حتى على الذين صفقوا له قبل أسابيع؟ ألم يقل عنه أحد الباحثين أنه لا يستطيع التراجع ولا يعرف كيف يتقدم؟